متابعي موقع بصراحة في كل مكان، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صقر محرر الصحفي. هنا طبعا احنا متواجدين في زور خاص مع المستشار علام صلاح. اكيد طبعا كلنا تابعنا في الاونه الاخيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع الاثار جدل واسع جدا، وكان ليه طبعا مردود واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك. هو موضوع سعد الصغير ويعني طريقته بانيا، ايه القصه ايه الحكايه. شفنا يعني كده تفاصيل كتير واخبار يعني منقوره عن حقيقه اعتداء سعد الصغير على طريقته ورانيا رفقه بجد. احنا اليوم يعني مع مستشار علام صلاح، هو المحامي الخاص بي يعني الطريقه، وكان من المتوقع وجودها اليوم معايا خلال مؤتمر صحفي. يعني في البدايه انا برحب بحضرتك، واكيد يعني ابراي شيء حابين نطمئن على طبعا طريقه الفنان الشعبي سعد الصغير، انها كان من المفترض تواجدها اليوم خلال مؤتمر صحفي لانها لم تاتي بعد. والله اخر تليفون بينه وبين مدام رانيا كان الساعه 4 عشان تأكد عليا حضورها المؤتمر، وانا كنت معرفها من امبارح ان في لقاء مع السادة الصحفيين الزملاء، وقالت لي تمام ورحبت بالموضوع، وتفاجأت الساعة 4 ان هي اكدت عليا. ثم بعد كده انا بكلمها ما بتردش عليا، وده مخليني قلقان كأخ قبل ما اكون محامي عليها، لان هي دايما كانت بتتصل مره واتنين وتلاته، وانا نتيجه ضغط شغلي كنت ممكن ارجع ارد، واوقات ما بعرفش ارد عليها، لكن انا ارد عليها ارن عليها وهي ما تردش، اذا الامر بالنسبه لي محل تساؤل. حتى الساعه 12 بالليل لو هي ما كلمتنيش او في اي اخبار، ممكن اتوجه للجهات المختصه واقوم ببلاغ رسمي، سواء بقى باختفائها او بالاعتداء عليها او حتى اتاكد من خبر يقين. قبل ده حضرتك بتتوجه اولا الى اتوجه لمح متواجده، هيبقى في تواصل بيني وبين احد الزملاء اللي موجودين معايا في المكتب، لانه كان عمل معاينه هناك على المكان وطبيعه الامور هناك، ممكن ابعته هو يشوف يتاكد اذا كان هناك في حاجه ولا لا قبل ما اقوم باتخاذ الاجراء اللازم. ولكن يعني اعتقادك الشخصي كمحام، ليه يعني تغيرت الامور ولم تاتي في مؤتمر اليوم رغم اخر اتصال يعني كان منذ الصباح الباكر مش من فتره طويله؟ الساعه 4 العصر. 4 العصر عفوا. لا ما عنديش رد يقيني في القصه دي، لكن ممكن يكون في تخوفات منها، ممكن يكون في حاجه حصلت، مش عايز اجزم بامر ما، ولكن على الساعات اللي جايه هبدا افهم القصه ماشيه ازاي. هل كان في تهديدات ليها؟ هل كان في مشكله حصلت؟ هل ايه المانع اللي خلاها ما تجيش؟ هقدر افهم منها لما اسمع منها يعني. طيب يعني على هامش التهديدات خلينا بقى نسال حضرتك عن طبيعه الدعوه المقدمه وتفاصيلها. الدعوه ضد المدعو سعد الصغير وبرلانتي اللي كانت معاه واللي ظهرت في الفيديو اللي اتقدم قدام السيد المحقق، واللي راح سعد اتسأل فيه على سبيل الاتلاف، واكد سعد انه راح فعلا منزل موكلتي رانيا صالح، لكن قال ان انا ما قمتش بالاتلاف، انا كنت رايح انا وزوجتي عشان هي تتاكد اذا كانت في علاقه سابقه من عدمه بينه وبين المدعوه رانيا، وقال ما لقيناهاش موجوده ومشينا، وده على خلاف الواقع. الفيديو بيأكد نرفزت وشتايم والفاظ تبان في الفيديو مش مسموعه، لكن النرفزه وتشويحه الايد ورفعه اليد والرجل والكلام ده كله يبين ان في نرفزه، فطبيعي لما حصل الاتلاف في باب الشقه هم خافوا يفتحوا نتيجه ان اتخبط الجامد. اثبتنا الكلام ده وحصلت معاينه من جانب استيفا يعني النيابه، كانت محاوله لاعتداء عليها لكن باءت بالفشل، لكن كل ده احدث ذعر وترهيب للناس اللي موجوده في العماره قبل موكلتي هي ومامتها وخالتها وابنها الصغير. طبعا بعد الواقع مباشره اتجهت لتحرير المحضر وفي اقرب مركز شرطه تابع الهرم. ده كلام مظبوط واتسالنا فيه، وسعد اكد انه راح لكن نفى وقعه الاتلاف.
طيب احنا حابب نشوف كلام متناقض من الفنان الشعبي، كلام كتير متناقض، يعني كان في البدايه نفى حقيقه معرفته باستاذه رانيا، على الجانب الاخر في رسائل بتؤكد انه يعني حابب يعود اليها مره اخرى، يكون في علاقه بينهم، منين ما يعرفهاش، منين حابب يرجع ليها، وعلى الجانب الاخر يعني الهدف وراء يعني الغرض وراء اعتداءه عليها رفقة بيجانتي او محاولات الاعتداء عليها برفقة زوجته بيجانتي يعني. بس هو انا اقدر اكده لحضرتك من غير اقاويل رانيا واقاويل سعد وكلها اقاويل مفيش عليها دليل، لكن الدليل اقامه سعد بنفسه حينما سئل قدام السيد المحقق مؤكدا ان الرساله التي تم ارسالها الى موكلتي والتي ما بين قوسين تفيد ان هناك علاقه زواج بين الطرفين ما بين سعد وما بين مدام رانيا، اكد في سؤاله هل انت مستخدم الرقم كذا كذا يا سعد؟ قال ايوه. ثم اطلعوا السيد المحقق على حفظه المستندات وهي التي تم تصويرها من تليفون موكلتي والتي تفيد هذه الرسائل ان هناك علاقه زواج بينهم هما الاثنين. اكد سعد اكد سعد ان هذه المحادثات محادثاته من تليفونه لتليفونها، وده اللي خلى السيد المحقق يساله سؤال صريح هقوله من واقع الأوراق اللي عندي الرسمية التي تم تصويرها من النيابة بشكل رسمي. قال له ما قولك وقد قررت بإحدى تلك المحادثات بأن المدعوة رانيا صالح عزوز محمد زوجتك وإنك لم تقم بتطليقها. ده الأمر ده متروك للمشاهدين، يعني إزاي رسائل أنت بتأكد إن الرسائل دي أنت بعتها؟ مضمون هذه الرسائل زي ما وكيل النيابه ما سالك مضمونها ان انت زوجتي وانا مش هطلقك، ده معناه ايه؟ ده معناه ان في علاقه ما بين الطرفين، واحنا هدفنا مش اثبات علاقه الزواج، احنا هدفنا نبرر نقول واقعه الاعتداء هو بيعملها ليه؟ فاهمني؟ ثم سعد رد وقال لا انا كل الكلام ده كان على سبيل الهزار وان تربطنا علاقه طيبه خلاني قلت الكلام ده. ده انت طلعت من موضوع هتدخل نفسك في ورطه تانية، ده الجواز كان بينكم بشكل عرفي الناس هتحترمك فيه، لكن لما تقول ان الكلام ده على سبيل المزاح عشان تربطك بينك وبين واحده علاقه طيبه وتقول لها الكلام ده هيتحط عليك علامه استفهام مع كل ست بتتعامل معاها، ازاي بتعمل كده؟ طب مع مراتك مقبوله، طب مع الباقي الناس بتقول كده الناس هتصدقك ازاي وهتبقى منظرك قدام الناس ازاي؟ وكمان انا خليني اوضح لحضرتك ان هو في سياق اخر، سياق مغاير تماما، قال انا رحت البيت برفقه زوجتي بجانتي عشان اثبت ليها ان مفيش اي علاقه بيني وبينها. حكم القانون ايه في تغيير الاقوال في الكلام يعني المتغير يوم طوى اخر من الفنان الشعبي سعد الصغير؟ يعني هو كان بداها انه ما يعرفهاش اطلاقا، تمام، ومن ثم يعني راح الى الشقه الخاصه بيها هو وبجانتي عشان ياكد لها مفيش علاقه بتربطها تربطهم ببعض. وفي سياق مغاير تماما قال امام تحيات النيابه العامه وخلال مباشره تحقيقات النيابه العامه بتربطه بيه علاقه طيبه. الكلام ده كله بيفصل بلغه القانون ان سعد بيقول كلام مش على اساس واقعي، وانه تناقضه في اقواله يؤكد صحه اقوال موكلتي المدعوه رانيا صالح، وان الرسائل دي اللي تم ارسالها من تليفون سعد لتليفون موكلتي سعد اقر بيها. اذا سعد النهارده محل تساؤل، انت ليه نفيت الواقعه، واقعه الزواج اللي تمت انتهائها خلاص انتهت، ليه بتحاول تنفيها؟ هل ده ارضاء لزوجتك الحاليه عشان بيتك ما يتخربش؟ يا سيدي ماشي، بس ما تطلعش بلايف تقول مفيش علاقه بينك وبين الست وتسوق سمعتها. في بنات هتسمع، في ولاد هتسمع، امهاتنا هتسمع، اخواتنا هتسمع، اللي بيحبك مش هيحبك. انت قايل الكلام ده في ورق رسمي، على الاقل انت بتحاول تنفي علاقه الزواج وفي الرسائل بتثبت ان دي فيها علاقه زواج. طب اللي على لسانك قلته تاني ان تربطنا علاقه طيبه، الناس هتصدقك ازاي؟ الناس هتحترمك ازاي؟ انت ما شفتش نفسك في اخر فيديو يعني كانت محمره وشكلك بيتعامل ايه يعني؟ انا انت صعبان عليا، يعني مشاهد توتر، شاهد توتر وارهاق، احنا متعودين عليك انك تقعد تهزر وتضحك مع الناس وتتكلم مع الناس وانك تغني وما تطلعش بالضغط دوت ولا بالنرفزه دي. انا ما زلت اقول انا واحد من جمهورك مش عايزك تطلع كده،
مش عايز الناس تطلع تتضايق منك، ما تخسرش كل اللي حواليك بالطريقه بالسرعه دي، انت بتخسر كل جمهورك وناسك بسرعه رهيبه، انت لو قاصد مش هتعمل كده. يعني ايضا كان كشف من الشرح حلمي مرسي وهو كان المحامي ايضا ظهر في الاونه الماضيه الخاص باستاذه رانيا ان سعد الصغير اخرج جميع تليفوناته بعد الواقع مباشره، وان كمان يعني باشر التحقيقات بعد صعوبه كبيره جدا. حابين نفهم منك حقيقه الامر ده، هل فعلا اخرج تليفونه الهاتف الشخصي لفتره طويله؟ لا. ومن ثم تغيب عن التحقيقات بعض الايام؟ ما عنديش خلفيه ان هو قفل تليفونه ولا لا، ما اعرفش، لكن هو اتبعت له طلب حضور وجي بس ما جاش في نفس التوقيت. يعني كان على لسان المحامي السابق ان جاله طلب حضور اول مره خالف الامر، يعني لم يباشر التحقيقات، باشرها بصعوبه بعد مده. قد يكون الامر بالنسبه لي انا ما فيهوش صعوبه، قد يكون لاخر فيه صعوبه، لكن هو في النهايه امتثل قدام السيد وكيل النائب العام ورد على كل الاسئله وتم اتهامه باتلاف باب الشقه. طيب في اي تفسير اخر لوجود بيرانتي مع سعد الصغير؟ ما هو بيقول لي دي مراتي. ما هو هنتكلم، هل في تفسير هي آخر؟ ما هي متهمه. تمام. ما هي متهمه معايا في جريمه الاتلاف اللي احنا بصددها اليوم. ومتهمه معاه ايضا في سب وكسر رانيا في محضر اخر في بحث انترنت، والامر بالنسبه لنا منتهي. اللايف الجديد اللي عامله سعد هناخد فيه اجراءات قانونيه. احنا كنا حابين نوضح، هل يعني كانت وضحت استاذه رانيا لحضرتك ان كان في علاقه او مشاكل مفتعله بينها وبين بيرانتي بخلاف يعني وجودها مع سعد الصغير او بخلاف الصوره؟ ما عنديش خلفيه علاقه مدام رانيا بمدام بيرانتي ايه، او علاقتهم ببعض ايه. انا علاقتي بدات في الواقعه، مش هخش في تفاصيل بره الواقعه بتاعتي، بره الموضوع بتاعي. ما عنديش فضول اعرف ما خلفيات الموضوع، موضوعي وبس هو ده اللي بتكلم فيه. طيب هل سبق وتعرضت لاي تهديدات؟ اتعرضت لتهديدات في واقعه التعدي. اتعرضت بتليفونات تهديد وناس تحت البيت وناس جنب البيت منه او مش منه ما نعرفش، بس احنا دلوقتي خلافنا مع سعد في كل اتجاهاتنا ان احنا نحاول ننتبه عشان ما يحصلهاش اذى اكبر من كده. تعرضت لحاجه من التهديد الشفهي بخلاف التهديد الفعلي؟ عن طريق يعني رسائل موجهه من سعد الصغير مباشره؟ لا، من سعد مباشره لا، سعد بس ابعت بعت رساله فتليفونها اتقفل. ده على كلامها هي يعني. والتليفون بتاعها فعلا مقفول يومين، لكن تهديدات بارقام غريبه بيحصل. طيب اخيرا ممكن نوضح للجمهور اخر الاجراءات المتخذه والعقوبه المنتظره هتكون ايه؟ لا، عقوبة منتظرة مفيش حد يقدر يحددها بشكل يقيني، ولكن إجراءاتنا ماشيين فيها. النيابة لها أن تبحث هل الأمر محل جنحة من عدمه، نزلت جنحة يبقى سعد هيبقى معاه محامي عشان يترافع عنه، معهوش محامي هيبقى الحكم غيابي بالنسبة لسعد. أما بالنسبة لمحضر السب والقذف فإحنا ما زلنا في إجراءاته برضك عشان إن شاء الله ينزل جلسة والاجراءات القانونيه تبقى في صالحنا باذن الله. لكن انا كنت حضرتك وضحت في تمام يعني اخيرا كنت حضرتك يعني وضحت في لايف سابق ان العقوبه المنتظره دي تكون قيمه ماليه. قيمه ماليه يعني مدفعه؟ لا، لو سعد تمت ادانته في اي قضيه دايما بيبقى في حاجه اسمها تعويض مدني. لكن لو تم تبرئته مش هيبقى في تعويض، مش هيبقى في تعويض. طيب حابب توجه اي كلمه اخيره في نهايه البرنامج؟ بقول لمدام رانيا ان شاء الله تاخدي حقك، وبقول لسعد ربنا يهديك يا سعد وتبقى اخر مره. انت يعني من اشد المعجبين بيه للاسف بغناه وبيهيص وافراح وبتاع، وانا ما عنديش خصومه شخصيه بيني وبين سعد. كل اللي بتمناه لسعد ان ربنا يهديه، ومش هتكلم بنفس طريقته الضعيفه، هتكلم بلغتي كراجل محامي. طيب انا بشكرك جدا. شكرا لزوجك. يعني طبعا هنا كنا مع حضراتكم في ضيف اخر، ضيف ثاني مع المستشار علامه صلاح، وهو طبعا المحامي الخاص بطريقه الفنان سعد الصغير رانيا. كان من المفترض تواجدها اليوم خلال المؤتمر الصحفي لانها لم تظهر بعد حتى اللحظه، لم نعرف ايه اسباب عدم وجودها اليوم. طبعا ده كان مجمل الضيف اللي تحدث فيه عن اخر الاجراءات القانونيه الخاصه بموكلته. يعني خليني برضه اوضح لحضراتكم على الجانب الاخر ان هناك ازمه جديده بتراهق الفنان الشعبي سعد الصغير بخلاف ازمه طريقته بشان اقمار شقيقه وحصه الميراث الخاصه بها، وكان هناك يعني ازمات اخرى مع الراقصه شمس وبيرانتي وغيرها.
بيعيش حاجه من الازمات دي. كانت اخر التفاصيل، كان معكم انا محمد صقر، موقع بصراحه الاخباري. دمتم في امان الله وحفظه.